الشرق، تحية مريمية لكل عم بيتابعوا هالبرنامج داخل الأراضي اللبنانية وخارج الأراضي اللبنانية، طبعا في كل الانتشار اللبناني. لماذا مريم يستضيف اليوم بها الحلقة الشيخ الدكتور صالح حامد، رئيس جمعية الفكر والحياة، عضو مؤسس وممثل السنة في المركز الحبري المريمي لحوار الأديان. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ. أسعد الله أيامكم بكل محبة ومودة ومعزة، وشكرا على هذا اللقاء حتى نرتقي بأنفسنا، وعسى أن يكون هذا المجمع مركز حوار الأديان فيه لون من ألوان التواصل والتفاعل، حتى نبعد عن مجتمعنا شبح الصراع لمواجهة التحديات المقبلة. أهم في هذا البرنامج أنه يلقي الضوء على نشاطات وعمل وفكر المنضوين تحت إطار هذا المركز الحبري المريمي في ظل الأزمات وفي زمن تعصف فيه التوترات والطائفية والعصبية. يأتي أناس أو تأتي مجموعة كأمثالكم للتلاقي والحوار وبث السلام والحضور الحلو والعيش الواحد في لبنان الرسالة المتعدد، ولكن طبعا هذا الحوار يضع الأشخاص أو ثمة بعض الجهات التي قد تضع العصي في دواليبه، لأنه في ناس لا ترغب بالحوار أبدا بل عندها مناهج مختلفة كليا. بعرف أنه فضيلتك متخصص بموضوع التطرف وعندك كان زيارات مختلفة لكثير من البلدان إذا بدك لاستكشاف هذه الحركات. إذا بدنا نعرف مصطلح التطرف ما هو؟ أستاذة الفاضلة، لا يمكن أن نحارب مصطلح التطرف إلا بثقافة السلام، وإلا بمنهجية قائمة على مرتكزات الحوار التي تصغي إلى الآخر. العالم لا يعيش الآن أزمة دينية بقدر ما يعيش أحكام مسبقة على الذي يختلف عنه في الفكر والدين. نحن لسنا متشابهين لا في اللغات ولا في الثقافات ولا في الحضارات، نحن شعوب وقبائل، وهذه التعددية بين الشعوب والقبائل بما تحمل من إرث ثقافي وفكري وحضاري، كأن الله يقول لكل واحد منها اذهب إلى الآخر واستخرج منه كنوز المعرفة، لأن بخلاف ذلك تطرف أي خروج وشذوذ عن القاعدة وعن الأصل. الأصل أن نلتقي، التطرف أن نتباعد، الأصل أن نكون أمة واحدة، نحن أبناء هذا الكوكب الواحد في ظلال الإنسانية. التطرف أن نعيش حالة التقوقع. المشكلة أنه البعض منا يريد أن يقرأ هذا النص الديني حسب ما توصل إليه عقله ومدركاته، ويعتبر فهمه لهذا النص هو الكلام المقدس الذي لا يقبل النقاش، ليس هنا كما شاءت الرسالة، ليس كما جاءت اللغة العربية التي تحمل في طياتها المعاني المتعددة. والطريقة إلى هذا النص له شروحات متعددة، هو يريد أن يجعل هذا النص على مفهومه، على قياسه أيضا، وهذا خاطئ. نحن عقول ليست لها مقياس، إنما هو مقاييس بحسب تعدد خلق الله لهذا الإنسان وسر الوجود. نعم. طب البعض يخلط بين التطرف خلينا نقول العنف الفكري. التطرف قد يكون جيد في بعض المرات، يعني إذا رحنا على التطرف بمعنى الأصولية، يعني العودة إلى الأصل الحسن. هذا ليس تطرف. إيه؟ عندنا مشكلة في المصطلحات. هيدا البديول. التطرف لا يأتي بخير. التطرف هو حالة نافرة في الفقه وفي العقيدة وفي الشريعة وفي الرسالة، وهو أداة من أدوات هدم لهذه المنهجية التي تقوم على تقبل الآخر. ولكن لما تقرأين في الأصولية والأصولية كلمة مقدسة في الأساس، هي هناك مش الأصولية بقدر ما نقول الأصيل والأصل. نعم. والأصول هي الثوابت التي بنت عليها عقيدة المسلم أو المسيحي أو العودة الموذي. إلى الجذور الأساسية. العودة إلى الجذور، إلى أصول هذه الرسالة، رسالة الوحي. نعم. لذلك نحن نقول التطرف هو الذي يأتي بالعنف، التطرف هو الذي يأتي بالصدام، التطرف هو الذي يأتي بقتل الآخر وإباحة دمه. لذلك نحن لا نستطيع أن نواجه خطر التقاتل وسفك الدماء والتكفير إلا أن نتحاور. التحاور هو التعارف،
والتآلف والتآزر، وأن نعيش حالة من الوحدة بعيدا عن الأحكام المسبقة التي تجعل حالة من الإنسانية المنعزلة. وهذا اللقاءات في المركز الحبر المريمي ألغت الكثير من الفروقات، تعرفنا على بعضنا، وكان هناك بعض الأفكار التي تحكم على الآخر، ولكن بسبب الصراعات السياسية التي أثرت في حياتنا الدينية الحمد لله هذه الأمور أصبحت واضحة، والتقينا في مناسبات عديدة، وكان أمور الاحتفالية التي تجمعنا مثلا في قصة الإمام الحسين استشهاد الحسين، نعم. هذا المنبر كان له كلمة للرجل الدين المسيحي والسني والشيعي والدرزي وعلوي، هذا الأمر التقينا على مناسبات تجمعنا، نحن مصير مشترك وانتماء مشترك ومصالح مشتركة. جميل جدا هذا الكلام، ولكن اليوم إذا بدنا نجرب هيك نتطرق أكثر لهذا التطرف اللي عم بيصير، ترجع روح منه إلى أهمية المركز وما يميزه عن بقية خلينا نقول الجماعات التي تسعى إلى الحوار. التطرف لا ينحصر في الجانب الديني طبعا، في تطرف ثقافي، في تطرف سياسي، في تطرف علماني، في تطرف اجتماعي، يعني في أمور تفرض هذا التطرف حسب المكان حسب الزمان، ولكن كل أنواع التطرف كما قلتم فضيلتكم أدت إلى سوء كبير. هل يمكن القول أنه فشل التطرف اليساري والتطرف الاشتراكي والتطرف العرقي أوصلنا اليوم إلى هذا التطرف الديني برأيك؟ طبعا التطرف هو نوع من الانتحار، وبابا روما قال كلمة جميلة: لا يوجد دين يدعو إلى الإرهاب، ولكن يوجد إرهابيون في كل دين. صحيح. وفي كل مذهب، ما سواء يعني أنت العلمانيين حين فشلوا في رسالتهم وفي وضع القوانين والأنظمة والتشريعات حل مكانهم التطرف، لأنه البيئة لا تحتمل الفراغ. ونحن التطرف عندنا مدان ومستهجن ومستنكر، وتطرف له أسبابه. من أحد أسباب التطرف هي المناهج الدينية، ونحن ندعو إلى جرأة أدبية لمراجعة وقراءة التراث الديني، لأنه في بعض الأحيان هي داعش صناعة كتبنا، وداعش هي من صناعة أفكارنا، فعلينا أن يكون عندنا طبعا لا مراجعة الكتب المقدسة، لا أقصد القرآن معاذ الله ولا السنة، أقوال العلماء، نعم. نعم. التي اجتهدت في حينها وأخطأت، وهذه الأفكار أنتجت لنا جيلا منكفرا منفرا مبدعا مضللا، ويعيش حالة من الانهزامية والأمراض النفسية يترجم ذلك من خلال التفجير والصراع المذهبي والعقائدي. طب ما الذي يميز المركز الحبر المريمي لحوار الأديان عن غيره من الجهات الرسمية وغير الرسمية للحوار في لبنان تحديدا؟ ما يميزه أنه حوى على شخصيات أكاديمية وفكرية تلتقي على فكر وسطي واعتدالي ومتزن. ما يميزه هو الصفة الرسمية التي أتى منها ومن خلالها، ما يميزه الأفكار التي يطرحها على مستوى الخاص والعام في المحافل والصالونات، ما يميزه هو الطابع المنهجي الذي تلتقي عليه تلك المجموعة، مجموعة غير متناقضة، مجموعة تهدف إلى تكوين رؤية وحدوية في هذا المركز ليكون منهجا على مستوى الوطن، وهذا أمر يكون من خلال خطاباتها، من خلال لقاءاتها، من خلال الاحتفالات والمناسبات، خطابها موحد. نحن نعرف فضيلة الشيخ صالح حامد أنه الحوار لم يعد رفاهية ثقافية بل حاجة ملحة في ظل هذا الظرف الذي نعيشه طبعا، ولكن لا حوار يستوي من دون استراتيجية واضحة لنشر الثقافة، يعني للحد من التلقين والتدريب على النقاش، يعني في حاجة اليوم لوضع استراتيجية لنشر ثقافة الحوار. هل من يعمل على هذه الاستراتيجية؟ ثقافة الحوار ينبغي أن تكون كتاباً يدرس في الجامعات وفي الثانوية وفي كافة المراحل،
حتى الحوار يكون بين الأطفال، وهذا الأمر للأسف مفقود في مجتمعاتنا. لما فقدنا لغة الحوار والنقاش فيما بعضنا حل الصراع والتقاتل الذي نشاهده الآن بالشارع. هذا الأمر مناط نحن كمبادرة من قبل المركز، وبالتشاور مع المركز التربوي للبحوث ومع وزارة التربية المعنية بصياغة هذا المنهاج ليكون مادة تربوية حتى نتخطى الكثير من المخاطر في المرحلة المقبلة. ولكن من يستفيدون من سياسة التعصب ومن هم في سلطة وبعض زعماء طوائف قد ليس لهم مصلحة في موضوع الحوار ونشر ثقافة الحوار نشر ثقافة والنقاش السلام لسبب وحيد، لأن التطرف يأتي بالتمويل الخارجي. كيف تعالجون هذا الأمر؟ نحن علينا أن نتوجه من خلال مساجدنا وكنائسنا ومعابدنا ومراكزنا ومن خلال منتدياتنا ومن خلال الاجتماعات مع العوام. هذا هو الصوت الذي ينبغي أن يصل إلى المتلقي. السياسيون ليس لهم مصلحة أن ينشوا ثقافة، ليس فقط السياسيين فضيلة، صناع القرار حتى، مش بس صناع القرار، ثمة رجال دين يعززون الطائفية أكثر من العلمانيين، تعرفون ذلك، لأنه بعض هؤلاء الذين يتحدثون على في كنائسهم، لأنه يتكلمون بلغة الإقصاء والعزل ضد الآخر، هم ما هم إلا صدى لأصوات حزبية وسياسية ومراجع خارجية، لأن هذا الأمر يستقطب ومطلوب في هذه المرحلة. يعني أنا الآن إذا تحدثت عن حوار الأديان وعن التسامح الديني وعن صناعة السلام، لا تأتي أي إذاعة لتقيم معي مقابلة، لأنه هذا أمر غير مطلوب بالأسواق المحلية. أما إذا يعني تحدثت بلغة أن أكفر الفريق الآخر ونطالب بإخراجه من هذا البلاد، لغة تصادمية تتسارع كل وسائل الإعلام من أجل أن يحظوا بمقابلة حتى يبرهنوا أن هذه الطائفة هي تتحدث بهذه اللغة وهذه هي ثقافتها. يعني يريدون أن يعمموا الحالة الشاذة إلى على مستوى الطائفة وعلى مستوى البلد. والأسف أن الإعلام لا يسلط الضوء إلا على أخطائنا وخطايانا وعوراتنا. لهذا سألت فضيلتكم عن هذا الموضوع، لسيما وأن النظام اللبناني نظام حزبي، ولا يمكن أن يتحرر أصحاب القرار أو صناع القرار من انتماءاتهم الحزبية طبعا. وكل حزب بلبنان هو عنده قطاع ديني، والقصة مش كبسة زر، نعم. عندكم مسيرة. نعم، كل أكثر الأحزاب عندها قطاعات دينية وفيها مؤسسات دينية، وعلى عاتقها تقع مسؤولية مواجهة خطاب الكراهية. نعم. ونحن عندنا حديث نبوي شريف يقول عليه السلام: أيها الناس أفشوا السلام بينكم. وصناعة السلام هي صناعة منهجية، صناعة تصنع القائد. ونحن كدعاة مهمتنا الكلمة الطيبة: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كيف أنا بدي أبني اقتصاد إذا ما في خطاب وحدي، خطاب التقارب، خطاب التناصح؟ كيف أنا بدي أبني مجتمع فيه كل عناصر التقدم والنجاح وعناصر القوة إذا لم أكن فيه ناصحا وموجها بلغة المحبة وصناعة السلام؟ أي مجتمع ما في التوافق وما في وفاق وما في سلام، ما في اقتصاد، لأنه رأس المال جبان يبحث عن أرض فيها استقرار. صحيح. نعم. صحيح. نعم. ما هي مقومات الحوار برأيكم؟ مقومات كي تتمكنوا من البدء بالحوار، أول شيء التواضع وعدم الكبرياء، وبالتالي التنازل. ولا أعتبر أن عندي مواقف فيها نوع من القدسية، لا قدسية. شو قصدك بالتنازل؟ التنازل يعني أنت عندك بعض الثوابت وهي ليست سماوية، أنت تعتبرها مقدسة وتعتبر أن هذه الأفكار غير قابلة للنقاش، لأن التنازل نقيض للحوار. الحوار هو أن أفهمك وتفهمني. التنازل فيما يجوز، التنازل في الأمر مختلف عليه وليس مثلا. أعطيني مثلا نوضح الصورة أكثر. يعني اليوم في عندنا كثير من الأفكار التي تعتبر محنطة عند البعض ولا يقبل طرحها على الطاولة، ويعتبر ذلك من المحرمات. لذلك أنا أقول لا محرمات في الحوار، حتى نحن كمسلمين نناقش الذات الإلهية. حتى في الثوابت الدينية لا تناقشون وتتنازلون؟ نحن أستاذة
نحن لقاء ثمة خلافات نحن لقاء لا نتحدث في اللاهوت نحن نتحدث في الأخلاقيات وفي الأدبيات وفي المشتركات وفيما يجمعنا اللي حتى تناقشون في الذات الإلهية يعني شو لا نعم لك نحن كمسلمين لا مشكلة لدينا أن نتحدث في الذات الإلهية يعني النقاش والحوار طبعا النقاش بس أنا عم ركز على موضوع التنازل فضيلتك لأنه التنازل في الاجتهادات الشخصية نعم الإنتاج نعم البشري وليس في الثوابت الدينية وليس في الثوابت نعم الدينية التواضع إذن ونفذ الكبرياء هذا أول مقاومة طبعا إذا كنت ثانيا طبعا أحد الأشياء أن تقبل الآخر أن تصغي إليه وأن تجعل أنك مخطئ وأن المناقش هو على الصواب والعكس صحيح يعني إذا كنت أنا بدي أنا بناقشك أنا أبغي أن يكون الصواب على لسانك وليس الهدف من النقاش هو الجدال الهدف من النقاش هو الوصول إلى الحقيقة ولكن الجدال قد يأخذ المعنى الإيجابي وجادلوا بالتي هي أحسن المجادلة هي القناعة وليس هو تكرار النص وتكرار المفاهيم نفسها فأنا أعطي ما عندي وأنت تعطي ما عندك وهذا ليس مدعاة للكراهية بل أنا أعتبر أن الخلاف هو منجم للثراء المعرفي شو هو البديل برأي فضيلتك عن الحوار؟ الحرب بس؟ الدم البديل عن الحوار المتاريس فيكون الانعزال فقط ما هو والتقسيم والتقوقع التقسيم التقوقع كل ذلك مقدمة إلى الحرب يعني التقوقع هو مترس التقوقع هو الحواجز التقوقع هو أنك أقمت يعني حائط إسمنتي بيني وبينك وفيما المطلوب أن نتلاقى طب اليوم نحن في لبنان نعيش الحوار منذ زمن طويل ولازلنا في حالة حرب بين الجماعات الثقافية الموجودة المشكلة أن الحوار حصر نفسه بين صناع القرار السياسي بين القيادات الحزبية بين قادة وأمراء الحرب ولم يتم إسقاط هذا الحوار على الشارع قاعدة. وعلى الحي وعلى القرية وعلى المدينة إنما حدث بين أصحاب المصالح الكبرى بين من تقاتلوا وتصالحوا تقاتلوا من أجل الخارج وتصالحوا بضغط من الخارج يعني حتى الآن تصفه بالحوار العقيم؟ طبعا هناك ما في شيء حوار عقيم في عندك حوار لأنه بعد ما شفنا ولا نتيجة مثل ما حضرتك عم تقول على هم حين يرون مصلحتهم في الحوار يلتقون ويتجالسون ويتقاسمون كما يقال الحصص والمكاسب والمغانم لهم المغانم ولنا المغارم يعني لهم السعادة ولنا الشقاء لذلك أنا كمسلم ما لا يعنيني أي خلاف بين القيادات السنية والشيعية والدرزية والمسيحية لأنه أول شيء لا يمثلون روح الله ولا التعاليم الدينية ولا الثقافة الإنسانية هؤلاء يختلفون من أجل موقع من أجل منصب من أجل تقاسم مغانم فأنا لماذا تريد أن تأخذ الطائفة إلى مصالحك فإذا لم تلتقي مصلحتك مع الطرف الآخر الذي هو من ديانة أخرى هنا تستجير بالطائفة وتلتحف بالمرجعية الدينية وتجعلنا أمام مواجهة مع الطرف الآخر العكس هو المطلوب والعكس أن نلغي من ثقافتنا مصطلح الأقلية والأكثرية لنعيش مصاف المصطلح الوطن والمواطنية والحكم الرشيد طب ليه بدنا نلغيها وهي واقع فضيلة ما نحن دورنا طبعا في أقلية وفي أكثرية نحن نعمل تهذيب لهذا المصطلح في أقلية في أكثرية المواطنة تعالج كل هذه الفروقات تعطي لكل ذي حق حقها حتى بالعمل في بلاد الغرب بأي بلد بلاد الغرب في أقلية وفي أكثرية حتى من ضمن الطائفة المسيحية ولكن في ظل المواطنة تأخذ حقك من دون الرجوع إلى المرجعية الدينية أو السياسية القانون هو المرجعية الدستور هو السلطة العليا نحن كلبنانيين نأمل أن نعيش هذه الحالة التي يعيشها اللبنانيون في بلاد الاغتراب هو مش لازم نلغي الأقلية والأكثرية مش ألغاء لا نلغي الخصوصيات نتحدث في إطار الدولة المدنية العادلة والتي لا تفرق بين طائفة ومذهب وعرق وحضارة بس أقله بالتنظيم الإداري
طبيعي انه يكون في مجموعات تمثل اكثر من غيرها، مجموعات لازم يعني حتى بالانتخابات في اقليه وفي اكثريه، هذا بالسياسه ايه ما بس حتى ولكن بالقانون. بس اليوم يعني انت اليوم عندك بالوظائف، انا ما فيني اعمل رئيس جمهوريه، وحضرتك ما فيك تعملي رئيس مجلس النواب، وحضرته ما في يعمل رئيس حكومه اذا كان من طائفه مختلفه. لما تلغي هذه الامتيازات الطائفيه ليكون عنصر الكفاءة هو الذي يتقدم، بذلك نبني دولة يسودها العدل ويسودها الإحسان ويأخذ كل ذي حق حقه. قبل ما نروح على فاصل إعلاني، تنقدر نبني هذه الدولة، دولة المواطنة ودولة السلام؟ نعم. هناك أمور مطلوب إلغاءها من المجتمعات حتى نقدر نوصل. ما هي أهم النقاط التي يجب أن يتم العمل على الحد من خطورتها وحدتها في لبنان حتى نقدر نبني دولة المواطنة؟ أنا أختلف معك فأنا أحبك وأحترمك، بخلاف ثقافة أنا أختلف معك سأقتلك. لا يمكن أن نحن نبني دولة وكل طائفة عندها مرجعية دينية ومرجعية سياسية وإلى خصوصياتها، وبالتالي عند أي خلاف على أي بند وعلى أي تقسيم وتوزيع فيبدأ التناحر، يبدأ يأخذ بعد ديني وصراع دولي. الأمر الآخر، أنا في موضوع الذي حدث الآن استقطاب في موضوع أرمينيا وأذربيجان، أنا مع الحياد، أنا لا أندفع طائفيا مع أذربيجان ولا أندفع ولا الطرف الآخر يندفع نحو أرمينيا. أنا أتحدث بالكلمة الطيبة، ندعو إلى التصالح وإلى حسن الجوار بين أهل الأرمن وأهل أذربيجان، فالباب على الباب والنافذة على النافذة، هناك مصالح مشتركة، تاريخ من العلاقات بين قبائلهم وعشائرهم وبين فئاتهم المختلفة، هناك يعني شيء يجمعهم أكثر مما يفرقهم. لماذا أنا أريد أن أنفخ على هذه الصراعات بالأحقاد؟ وطبعا هذه ليست من ثقافة الإنسان العاقل والداعية. جميل أن نسمع هذا الكلام اليوم بظل هذا التوتر، أنه مثل ما بقول المثل من خلية خربت، لا في كثير ناس من دعاة السلام. أكيد، أنه من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. ومن صمت فقد نجا. أنا اليوم أقول إذا كنت مسيحي أقول للمسيحيين الأذريين هم إخوتكم في الإنسانية، عليكم أن تتعايشوا معهم، أن تتعاطوا مع عقلائهم، والعكس صحيح، أقول للأذريين إن المسيحيين الأرمن هم إخوتكم في الإنسانية، وحدة البشر تقتضي وحدة الرسالة، وهناك كثير من الأشياء التي فيها من الذكريات بين الشعبين وبين الدولتين وبين الحكومتين، هناك المجاورة، ولذلك من كان يؤمن بالإنسانية وبالحياة فليحسن إلى جاره كمن يحسن إلى نفسه. مثل أحد الناس موضوع الجيرة، سألوه أنه أنت عندك بيت وعندك أرض غالية الثمن، لماذا بعتها بثمن بخس دراهم معدودة؟ ليش؟ قال يلومونني أن بعت بالرخص منزلا ولم يعلموا أن هناك جارا ينغصه، فقلت لهم كفوا الملامة فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. إذا كان هناك صحيح أزمة ثقة بين جارين فإن يكون دعوة إلى الإصلاح ذات البين. صحيح صحيح 100%. فضيلة الشيخ دكتور صالح حامد، لذكر حضرتك عضو مؤسس وممثل السنة في المركز الحبري المريمي لحوار الأديان، رح نروح على فاصل. بعد الفاصل مشاهدينا، ماذا سيقول فضيلة الشيخ الدكتور صالح حامد عن العبرة التي أرادها الله من خلال مريم للعالمين طبعا، وشخصية مريم، التلاقي حولها، ما يميزها برأيه وبرأي من يمثل؟ فاصل ونتابع. أتابع
نتابع لماذا مريم ضيفي بالاستوديو. أكيد بجدد التحية لإله فضيلة الشيخ الدكتور صالح حامد، رئيس جمعية الفكر والحياة والعضو المؤسس وممثل السنة في المركز الحبري المريمي لحوار الأديان. طبعا تطرقنا إلى مواضيع كثيرة، ولكن الهدف واحد، خلينا نقول أهمية هذا اللقاء من خلال المركز الحبري المريمي لعيش واحد في لبنان الرسالة، واختار هذا المركز أن يكون مريمي. على حب مريم التقينا، على حب مريم التقينا، مريم التي اختارها الله. أستاذة، اختارها الله لهذا المقام الأسمى، أخلصها من منبت ومن بيت صالح، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والله سبحانه وتعالى أمدها بالكرامات على يديها. نعم. هذه الإمرأة، هذه التي أعطاها الكرامات إكراما لها وإحسانا إليها، واصطفاها أي اختارها لكثرة صلاتها وزهدها وشرفها وطهارتها ونقائها وإخلاصها، وهنا أمها نذرتها وهي ما زالت جنينا في أحشائها وبطنها لخدمة بيت المقدس. جالسها جبريل عليه الصلاة والسلام وحدثتها الملائكة، وجاءت براءتها على لسان وليدها وهو يكلمها في المهد صبيا. هذه السيدة الفاضلة أحصنت فرجها وحسنت مسيرتها وسددت عملها وطهرها الله من الرذائل وأعطاها الصفات الجميلة وزينها بالعلم والحلم. لما خصها والإيمان. هي بالذات خصها، اعلمي لماذا خصها، شو العبرة؟ أنعم الله على السيدة البتول بأن ألبثها أعظم شرف نالته امرأة في الزمان والمكان، شرف هو أعلى من أن تناله ألقاب الأمراء وأوسمتهم وتجان الملوك وعزتهم والرؤساء وعروشهم، لأنها وعاء يحتوي على روح الله، لأنها هو نور، هذا نور في أحشائها نور، لأن هذه المرأة تحمل السر الإلهي المكنون. لذلك مريم، ما هو السر الإلهي المكنون؟ بروح الله وبكلمة الله. هو الله سبحانه وتعالى أرسل روحه الذي هو جبريل إلى هذه السيدة البتول لنعيش روحنا وليكون لنا هذا المولود الذي هو روح من روح الله. الله جل جلاله حين أرسل إليها ملائكة، أرسلها الملائكة الأعلى رتبة وهو جبريل ليبشرها بالمولود النبوي الشريف، ليكون بشير البشرية لكل خير وسلام ومحبة ونذير من كل شر. لذلك هذه المرأة وصفها العلماء بأنها السيدة البتول التي حملت بلا دنس، لأنها الزكية والطاهرة والزهية والعفيفة والشفيعة والصديقة والتقية والمؤمنة، والتي جعلها بعض العلماء من قافلة الأنبياء والمرسلين. هل تسمح لي بسؤال على هامش هذا الموضوع؟ يسأل الكثير من غير خلينا نقول المطلعين على الدين الإسلامي، إذا كان النبي عيسى روح من الله وكلمة من الله، لما لم يعطه القرآن الكريم هذا الحيز من الأهمية كالتي أعطاها لنبي الإسلام رسول الله محمد؟ هذه رسالات ولها شرائع ولها أنبياء ولها كتب. هذه الأديان بدأت باليهودية ثم المسيحية ثم الإسلام، وكل شريعة لها نبيها ولها كتابها السماوي
وكل تميز عن الآخر لكنهم يلتقون. وهذه الاهتمام بالنبي محمد هو نفسه الاهتمام بالنبي عيسى عليه الصلاة والسلام من خلال أمه التي أعطاها سورة آل عمران التي هي عائلة المسيح وسورة مريم. وسورة مريم، فأليس هذا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ له سورة في القرآن اسمها سورة محمد، ولكن في المقابل هناك سورة اسمها سورة آل عمران، من أكبر سور القرآن بعد سورة البقرة، وتليها سورة مريم. فهذه الصفحات والآيات خصصت لسيدة حوت في إحشائها السر المكنون لهذا الكون ولهذا الوجود، الوليدة السعيدة في ظلال العناية الإلهية الربانية. يعني إن اللبيب من الإشارة يفهم، أمر طبيعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى كثيرا على أخيه عيسى وذكره في كثير من الأحاديث، وأثنى كثيرا على السيدة مريم حين قال أنها سيدة نساء العالمين. هذه السيدة الفاضلة التي نرى فيها القداسة والأيقونة ونور السلام للعالم. سنسمي مساجدنا وكنائسنا ومعابدنا وبناتنا ومراكزنا على اسمها تبركا. وأنت تعلمين أن الله تعالى ذكر السيدة مريم في القرآن الكريم 34 مرة، والهدف هو هدف هذا التكريم هو للتشجيع وللتحفيز أن تكمل مسيرتها، ولأنها سترى في هذا الطريق الكثير من العوائق والتحديات، هناك كثير من المسؤوليات الملقاة على عاتقها. أصلا جرأتها لا مثيل لها، خصوصا أنها يعني واجهت تهما كان المدافع عنها ابنها وهو في المهد صبية. سؤال استضاحي آخر فضيلتك، لما سماها القرآن الكريم في كثير من الأماكن باسمها وفي أماكن أخرى بصفتها؟ وهذا زيادة في التكريم. لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال لمحمد في سورة مريم واذكر في الكتاب مريم، واذكر حيث الإعراب فعل الأمر، يعني يا محمد خبر ونبئ وبشر الناس بأن هذه المريم بأن مريم عليه السلام وابنها آية من آيات العالمين، آية من آيات الله. واذكر في الكتاب مريم، الله تعالى يأمر نبيه أن يقصص تلك الحكايات لما فيها من البعد الفكري والثقافي والروحي والاجتماعي على أمته وعلى الأمم وعلى مسامع الناس أجمعين. واذكر في الكتاب مريم، لماذا؟ لأن ولادة المسيح عليه السلام هي فاقة العقول البشرية، لا يستطيع عقل أن يتحملها لما فيها من الإعجاز، فمريم معجزة ولدت لنا معجزة. مشان هيك بيصير في تنويع بصفاتها في خلال، وهذا التنوع هنا ذكرها باسمها وتلك بصفاتها مزيدا من التمجيد والتكريم والعلو والارتقاء، وللتأكيد أنه هذه نفس الشخصية. يمكن هي شخصية واحدة بصفات متعددة. يلفت أيضا فضيلتك أنه الحوار مع النساء في القرآن الكريم يعكس صورة فعالة وإيجابية للمرأة، على عكس ما هو متعارف عليه، أو يمكن على عكس ما يظن البعض في مقام أو قيمة المرأة في القرآن الكريم. عموما إذا بدنا نأخذ على سبيل المثال ملكة سبأ المحاورة لقومها، خصوصا مريم التي حاورت الملاك، وهيك هذه الصورة تعكس يعني تناقض إذا بدك بعض المفاهيم اللي بتوصل للآخرين، المفاهيم الخاطئة التي تسيء إلى المصدر. فالقرآن الكريم أعطى مكانة للرجل أعطى مكانة للمرأة لم يحظى بها الرجال، فأنزل سورة في القرآن اسمها سورة النساء، وذكر فيها أكثر حقوق النساء وخصوصا في الميراث. ولما يسمي سورة باسم السيدة مريم عليه السلام، وصورة أخرى صوت المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، صحيح. وحين حدثنا عن بلقيس وعن الحوار بينها وبين قومها،
وحين حدثنا عن آسيا زوجة فرعون وكيف لاقت من العذاب وصبرت وأكرمها الله بالجنة، فحديث النساء في القرآن الكريم هو يصلح أن يكون كتابا يتحدث عن قيمة المرأة في هذا المجتمع وفي الإسلام ومن منظور ديني. المرأة عندنا قاضية وحاكمة وسلطة وآمرة، وهي في بعض المراحل كانت من صناع القرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، لكننا نحن في بيئاتنا نحكم العادات والتقاليد على المفاهيم الدينية الصحيحة. ما الذي أدى إلى هذه المفاهيم الخاطئة وإلى هذه النظرة؟ يعني أكيد صار في هو جهل الناس بدينها، جهل الناس بدينها بسنة نبية، أو الاستنساب والانتقاء بحسب الرغبة. كذلك يعني بعض المعاهد الدينية وبعض الشخصيات الدينية لعبت دور سلبي بأن أخرجت الناس من ثقافة الانفتاح والاعتدال، وخصوصا في مجال المرأة، إلى مجال النظرة السوداوية إلى المرأة على أنها خادمة وأنها تجلس في بيتها، وعطلوا مفاعيل قوة الوجود لهذا المخلوق وهذا الكائن الأساسي الذي أتينا منه والمكمل للنصف الآخر. يعني حتى اليوم موضة حقوق المرأة، يعني حتى هذه المطالبات، يعني قد يتفاجأ البعض كامرأة أنا لا أحبذها وأرفضها. هي المرأة هي أمي وهي زوجتي وهي ابنتي وهي صديقتي وهي رفيقتي، كيف أنا أناقش حقوقي؟ هذه من البديهيات، هذه من المسلمات. هي شريكة معي في كل شيء، أتيت أنا وإياها إلى هذا الوجود معا، ونذهب معا وندفن معا. مجرد مناقشة هذه البنود أشعر أنها فيها نوع من الحزن، نوع من الألم، نوع من الخجل ومن قلة الاحترام للمرأة. أبداً، لماذا أناقش حقوق المرأة وهي كائن غريب؟ مش بس جهل الناس، ألم نلد من رحم واحد ومن أم ووالد واحد؟ حقوقنا مشتركة ومصيرنا مشترك. بس مش بس جهل الناس فضيلتك، أيضا في إساءات قام بها بعض من هم في مواقع قرار روحية وزمنية وإلى ما هنالك، أنه في بعض القرارات المجحفة بحقها. هذه مشكلة رجال الدين وليس الدين، هذه مشكلة من يصلح هؤلاء؟ من خلال الحركة الضاغطة ومن خلال المجتمع المدني، مثل ما في عندك كان موضوع رفع سن الحضانة، طبعا هذا حدث وصار إنجاز. هذا ما إله علاقة بالدين، هذا مشكلة أنه بعض رجال الدين أحوال شخصية تحتاج إلى تعديل وإلى سن قوانين جديدة تتلائم مع روح العصر، تبعد غبار الإهمال والظلم والإشحاف في حق المرأة. حبذا لو يرتكزون إلى النصوص الحقيقية الأصلية فيخرجون بقوانين أكثر من رائعة. طب دائما العالم في تقدم، ودائما هناك في قوانين وفي تشريعات على مستوى العالم، ماذا نستفيد منها؟ صدقيني لو ظهرت علينا مريم الآن على عصرنا لقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، من كثرة ما ترى من ظلم. كما قالت أثناء الولادة. نعم القرآن الكريم، لا ليتني مت قبل هذا بسبب ما لقت من ظلم ومن تعدي على حقوق الإنسان. أنت بتعرفي حقوق الإنسان من مرتكزات قيم الأديان، وأن هذا الإنسان هو سيد الكائنات، وهذه المكانة اكتسبها من أنه محور هذا الكون وأنه المكون الأساسي لهذا المجتمع. حقوق الإنسان مقدسة، حقوق الله سبحانه وتعالى سخر له ما في السماوات وما في الأرض وأعطاه هذا الوجود. من أنا حتى أبيح دمه وأسفك عرضه وأزهق روحه؟ أنا أتعاطى معه كإنسان مخلوق. الإنسان هو هيكل الله يمشي على هذه الأرض، ملعون من اعتدى عليه. إنسان ربنا عنه قال في القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم، الله كرمه طفلا، كرمه شابا، كرمه عجوزا، كرمه في قبره وبعد وفاته ويوم القيامة. من أنا حتى اعتدي على روحه وجسده؟ يعني الأساس كله بذهنية الأشخاص، ذهنية البيئات التي تربينا من خلالها وفيها. هل هي ذهنية انفتاح أم ذهنية انغلاق وتقوقع؟ الفهم الخاطئ للنصوص الدينية في الكثير من الأحيان توصلنا إلى حالة من التطرف، ونحن نحتاج إلى ظرافة وليس إلا تطرف. هذا يعيدنا إلى بداية الحلقة فضيلتك، نحن نعيش اليوم حرب مصطلحات، بهذه المصطلحات المشوهة نبني جيلا مختلفا. أنا أقول من هذا المنبر ومن هذا اللقاء الطيب، أدعو
مشيخة الأزهر والتي هي تمثل العالم الإسلامي إلى تصحيح بعض المناهج وإعادة صياغة بعض الأفكار الموجودة في التدريس كمنهجية، لأن هذه ستكون عبئاً وخطراً على تكوين أجيالنا وتحمل عواقب كثيرة عن صورة الإسلام والمسلمين. على كل حال، بعد الخطوة الكبيرة التي حصلت بين الأزهر والفاتيكان ووثيقة الأخوة التي حدثت في أبوظبي بين بابا روما والشيخ الأزهر، نحن نعول عليها، ولكن لا نريد أن هذا الحبر يبقى على ورق، إنما نريد إسقاطه على الأرض الواقع. فلنترك العمل للروح، شو رأيك؟ أكيد نحن أدوات، ولكن الروح يعمل فينا. صحيح، يعمل فينا ونعمل فيه، ولكن لابد من سلطة تبسط حضورها وتفرض هذه المناهج وهذه الأفكار حتى نعيش في عالم متغير أفضل إن شاء الله. قبل ما نختم، في فكرتين بدي أحكي ناقشهم معك فضيلة الشيخ دكتور صالح حامد. لولا عدم قبول مريم هذا الحوار، ما كان يمكن أن يكون الوضع عليه اليوم؟ يعني يقال خلف كل رجل عظيم امرأة عظيمة، وخلف هذا اللقاء هي السيدة مريم عليه السلام. فما كانت السيدة مريم ملهمته ومرشدته، فلن نتوقع إلا الخير لهذا المركز، ونحن لا نتشائم، نتفائل بالخير إن شاء الله في المرحلة القادمة من خلال الرجال الممثلين في هذا المركز، ونحن نعول عليهم الكثير من الأمال والتطلعات الإيجابية. ونحن إن شاء الله يعني عسى في المرحلة التي نعيشها أن تساعدنا على تنفيذ الكثير من أفكارنا ونشاطاتنا. بهمني ضوي على البعض من الأفكار اللي كنت طرحتها حضرتك فيما يخص هذا التلاقي حول مريم. إذا فينا نقول مريم تستحق دراسة أكاديمية وبحث معرفي حول شخصيتها، أنها فعلا هي الأم وسيدة الأمهات وهي المربية، وهذه الشخصية التي حملت لنا رسالة عالمية تستحق شخصيتها أن تدرس في جامعاتنا وفي معاهدنا وفي مدارسنا. هي أيقونة، فنحن نستلهم منها معاني الوجود، فأمر طبيعي أن نطرح مبادرة هو تكوين كتاب عن شخصية هذه السيدة العذراء الطاهرة العفيفة التي نذرت نفسها لخدمة الأمم وليس الأمة، والتي العابدة في بيت المقدس والقانتة في صلواتها. فهذه من الطبيعي أن نجعلها قدوة حسنة لسلوكنا وفي حياتنا. فهذا الأمر طبعا ينبغي أن يدرس في المعاهد الدينية عند المسلمين وعند المسيحيين. دعونا نتعرف. ليش بس بالمعاهد الدينية؟ لما لا يدخل في مناهج التربوية طالما مريم للجميع؟ هذا مشروع آخر أكبر. أنت عندك مشروعان، كيف تدرس في المعاهد الدينية وكيف تكون من ضمن الكتاب الديني الذي يدرس في المدارس الخاصة وفي المدارس الرسمية. لأنه السيدة مريم تلتقي عليها الديانتان الإسلامية والمسيحية باحترام وإجلال، بغض النظر كيف تنظر إليها، وهي شخصيتها الفعلية، هي أمنا وهي مربيتنا وأنجبت لنا سواء إله أو ابن إله عند الأخوة المسيحيين أو نبيا قديسا عند المسلمين. سؤال شخصي بالختام فضيلة الشيخ دكتور صالح حامد، ما هي القيمة المضافة التي أعطاها لكم هذا المركز الحبري لكونكم عضو مؤسس وممثل للسنة؟ بمجرد أن ندخل إلى مركز وتحت ظلال السيدة مريم العذراء، فهذه قيمة ليست مضافة إنما قيمة أساسية نعيش نفحاتها الروحانية والإيمانية. وهذا موقع أنا أفتخر وأعتز بتمثيل السنة رسميا فيه، لأنه لدينا الكثير من الأفكار والمبادرات عسى أن نرى ترجمتها بإذن الله خلال وجودنا بهذا المركز، لاسيما وأن مرجعية هذا المركز مرجعية مسيحية، إنه الفاتيكان. دولة الفاتيكان هي المشرفة على هذا المركز وتعتبر المرجعية الرسمية،
وهي صاحبة القرار في الشؤون المصيرية للمركز. ونحن فعلا صراحة نشعر بالارتياح أن يكون دولة الفاتيكان بقيادة بابا روما حفظه الله والمرجعية. إذا سلمتم صناعة القرار في طائفتكم، ما هو أول ما تقومون بتعديله أو بتغييره كي تتقدموا خطوة نحو الآخر في مجال الحوار؟ هذا الأمر أول شيء علينا أن ندعم الأزهر الشريف في لبنان. من أحد أدوات الحوار هو إصلاح الذات وإغلاق المعاهد الدينية التي خارج سيطرة دار الفتوى، والتي تدرس الفكر التكفيري والفكر الذي يتناقض مع السلم الأهلي والعيش المشترك. وهذا أول شيء، الحوار مع الداخل ثم أنطلق إلى الخارج، لأن الطرف الآخر سيقول كيف تدعي الاعتدال والاتزان وفي بيئتك معاهد تبيح دمنا. صحيح. فأنا أعمل على إصلاح دار الفتوى وعلى إصلاح المكون السني وأنظم الأمور الإدارية، ثم أنطلق لانفتح إلى الآخر بقوة. هل ختمتم لنا بصلاة لمريم؟ مريم صلاتنا ودعاؤنا وقبلتنا وشفيعتنا، وخصوصا أنها في السماء وأن روحها وجسدها في السماء عند الله، ضيفة عند الرحمن الرحيم. لذلك نحن نتبارك باسمها ونتبارك بدعواتها ونتبارك بروحانيتها، سائلين الله بشفاعة السيدة مريم العذراء أن تجعل بلادنا آمنة مستقرة مطمئنة. الشيخ الدكتور صالح حامد، رئيس جمعية الفكر والحياة والعضو المؤسس وممثل السنة في المركز الحبري المريمي لحوار الأديان، نشكرك كثير على هذه الحلقة المميزة. شكرا. والله يعطيكم ألف عافية. شكرا على هذا الوقت الذي منحتمونا إياه لنتحدث عن سيدة نساء العالمين. إلى مزيد من الانفتاح والحوار من خلال هذه المجموعة وهذا المركز. هذا دورنا ورسالتنا ومهمتنا، ولا منة من أحد على أحد. الشكر لكم مشاهدينا. لهم تخلص حلقتنا من برنامج لماذا مريم من نور الشرق، تيضل الحوار فعل إيمان لبناء مجتمع أفضل. إلى اللقاء.